الحاجة التانية موضوع الكثافة. كل سنة بموسم كده في أول عام الدراسي لازم نفتح هذا الملف وبعدين نقفله ونكمل عادي خالص 12 شهر وبعدين نرجع نفتحه تاني. احنا شرحناه من أول يوم بمنتهى الشفافية وقلنا علشان ما نقعدش نتكلم فيه كتير بل نتعاون في حله. يعني الرئيس نفسه السيد الرئيس بيقول والله احنا بنحل مشاكل تنموية في البلد بقالها 30 سنة كانت مهملة، سواء بقى كانت البنية تحتية في الطرق، سواء كانت شبكات الغاز، سواء كانت محطات الكهرباء، التعليم، الصحة، المستشفيات، كلنا ورثنا ده. فكلنا يعني احنا في نفس الجانب مع الجمهور بنحاول نساعده، بنمثله، بنحاول نساعده، واحنا كلنا بنعاني من نفس الأشياء. موضوع الكثافة بسيط خالص لو مسكنا ورقة وقلم. حضرتك وارث يعني احنا لما دخلنا الوزارة لقينا في عجز 250 ألف فصل. 250 ألف فصل يعني تقريبا زي 20% من الكمية اللي موجودة. حضرتك أنا بقول ده بقالي دي رابع سنة بقول نفس الكلام. في يوم ما دخلنا سنة 17 كان في 250 ألف فصل عشان الكثافة في الفصل تبقى بين 25 و30. ماشي معايا؟ ربع مليون. أضيف على كده الفصل في أقل تقدير بيتكلف نص مليون جنيه المتوسط يعني. طيب يبقى احنا بنتكلم على 130 مليار. ده بافتراض ان في اراضي كمان جاهزة ومتاحة لهذا الاستخدام وما بتتعداش على الارض الزراعية خلاص. ده لو في الفلوس وفي الارض كنا هنقعد سنتين ثلاثة نبني الفصول دي عشان نوصل للكثافة اللي نرتضيها. طب ايه رأيك بقى ان كل سنة كمان بيزيد علينا 800 الف طفل. ال 800 ألف طفل لو قسمتهم على 25 يطلع حضرتك محتاج 28 ألف فصل السنة. ده لو كنا في عجز المشكلة اللي في عجز 28 ألف فصل بيزيدوا كل سنة غير ال 250 ألف اللي معانا من الأول. بالضبط. وإحنا بقى ميزانيتنا المتاحة وهي مش قليلة 12 مليار جنيه للأبنية بنبني بيها 14 ألف فصل كل سنة زائد الإحلال والتجديد والصيانة بتاع هذا العدد الهائل اللي احنا بنتكلم اهو على 1,300,000 فصل موجودين. طيب لو احنا عدد الفصول اللي بتتبني هو نص العجز اللي بيزيد لنا سنوي، يعني انا محتاج 28,000 فصل عشان نسبة زيادة السكان بس. انا ببني منهم 14 يبقى انا بيزيد عليا 14 كمان. ده بيزيد فال 250 دي زاد عليها 14 في 4 كل سنة صح؟ يبقى نحسبها مع بعض يبقى احنا عدينا ال 300 ألف اهو عجز. طب ال 300 ألف دول عاوزين 150 مليار، هل انا استطيع او اي مسؤول انه يحمل موازنة الدولة 150 مليار؟ هل ده طلب؟ طب معلش مع استاذ دكتور طارق، يعني اكيد حضرتك برضو بتقرا تعليقات الناس وخلينا نقول لك بشفافية وجايز ده يبقى سؤال سياسي مش سؤال لا علاقة بالتعليم. بيقول لك طب ما انتوا بتعملوا كباري بتعملوا طرق وبتصرفوا عليها قد كده تيجوا عند التعليم يعني وتأثروا؟ والله أولويات الدولة بيحددها الدولة بقى ككل، القيادة السياسية ككل. احنا عندنا جائحة اسمها كورونا اضطرت الدولة انها تحط الموازنات بشكل اكبر كتير في توفير عدد هائل من المستشفيات ومن التأمين الصحي، والناس مش عارفة فواتير الباكسين شكلها ايه وفواتير الدكاترة والأعداد الهائلة اللي بتلف بتدي الباكسين اللي هو متاح مجاني. الدولة صرفت على التعليم مش بس في المدارس، صرفت في محتوى رقمي الناس بتاخده ببلاش، وفي تابلت الناس بتاخدها ببلاش، وفي منهج جديد الناس واخدها ببلاش، كل ده بفلوس. هي بتصرف كتير جدا. انت بيبقى عندك بدائل زي ما بنقسم مصروف البيت، في اولويات، في طرق مطلوبه علشان يبقى في، ما احنا لازم يبقى الدوله تزيد مواردها. فالدوله في الاول بتدور على البنيه التحتيه دي تشجع التجاره، المواني علشان التصدير والاستيراد، المصانع عشان نصنع، بنهتم بالتعليم الفني وهكذا، فتنتج وتجيب فلوس والفلوس دي تقدر تبني بيها مدارس. وفي ناس اقتصاديين وناس وزارة التخطيط وناس وزارة المالية وطبعا القيادة السياسية كلها والحكومة كلها بتفكر، في مجموعة اقتصادية بتفكر وبنشوف نسبة الدين وحاجات كتير، عوامل كتير. فالمسألة مش بالبساطة ان انا اقعد واقول ما كانوا يعملوا وكانوا يزودوا،
ما هيش بالبساطة دي، لأنه لو حضرتك، أنا مش اقتصادي وبالتالي ما أقدرش أفتي في هذا، ولكن لو حضرتك سألت معالي وزير المالية، معالي وزيرة التخطيط، هيقولوا لك بقى أسباب واقعية جدا. إحنا على أي أساس بنحدد هذه الأولويات وبنوزع؟ يعني الدولة بتبني إسكان زي ما حضرتك شايف ومدن وكده لاستيعاب أعداد في السكن، وموضوع العشوائيات وموضوع حياة كريمة، ما كلها حاجات في غاية الأهمية. فإحنا زي ما الرئيس قال كمان بمنتهى الشفافية، قال دولة زي مصر محتاجة كذا تريليون علشان نعمل كل اللي نفسنا فيه، فلازم ننتج ولازم نشتغل عشان الموارد تزيد عشان نقدر نحقق كل ده. بس نبقى فاهمين وإحنا ماشيين ده هيتحقق، بس محتاج جهد وصبر. بس هو مش مسألة إن أنا أزعق وملاقي المدارس دي بكرة، ما هي الحسبة والورقة والقلم. وعلى فكرة الحسبة اللي قلتها لحضرتك دي ليها انعكاسات مش بس على المباني، ما هو في عجز معلمين موروث برضو بتاع 250، وفي مباني قديمة محتاجة ترميم، وفي فصول تعبانة، وفي حاجات كتيرة لا يعني في بنفس الحسبة اللي أنا حسبتها في المباني حضرتك تقدر تحسبها في المعلمين، 250 ألف معلم عجز اوريدي عندي، بضطر أعمل جداول كل سنة. ال 800 ألف اللي بيزيدوا، شوف بقى حضرتك محتاجين كم معلم، فأنا كل سنة ال 250 دي بتزيد كمان. ولو عاوز أعينهم لازم أطلب تاني بقى من وزير المالية، أقول له غير بقى ال 150 مليار اللي أنا عاوزه بمباني، يا ريت بقى تديني 10 مليار عشان أعين ال 250 ألف، وكل سنة تزود لي عليهم مليار عشان الزيادات.